أوضح رئيس مجلس الوزراء محمد الشياع السوداني فحوى إلغاء حكومته لقرارات الحكومة السابقة، مبيناً أن حكومة تصريف الأعمال ليس لديها صلاحية إصدار أوامر التعيين والاتفاقات بحسب قرار المحكمة الاتحادية واجبة التطبيق، وأن منهج عمل هذه الحكومة سيكون باتجاه تنفيذ القانون والقرارات القضائية. هناك مواضيع حاكمة مضطرين أنه نتخذ بها قرارات. اليوم أحد القرارات المهمة واللي يتعلق بقرار المحكمة الاتحادية العليا 121 لسنة 2022، والذي يتضمن أن حكومة تصريف الأمور اليومية، الحكومة السابقة، ليس لديها الصلاحية في إصدار أوامر التعيين وإعطاء الموافقات والاتفاقات وباقي الصلاحيات اللي هي صلاحيات حصرية لحكومة دائمية. فهذا قرار ملزم وواجب التطبيق من قبل الحكومة، عرض اليوم على مجلس الوزراء وتم التصويت عليه بالموافقة. طبعا راح قد يثير استفهامات لأنه يتعلق بإلغاء تعيينات لرؤساء أجهزة وجهات ووكلاء ومدراء عامين ومستشارين. هذا مو ضمن سياسة الاستهداف أو الإقصاء لجهات معينة أو حسابات سياسية، هذا قرار محكمة اتحادية واجب التطبيق، ومنهج عمل هذه الحكومة سوف يكون باتجاه تنفيذ القانون وتنفيذ قرارات القضائية. قسم مهم منهم سوف يتم تكليفهم، يجوز بكرة صدر أوامر بتكليفهم، لكن تكليفهم راح يكون من حكومة تمتلك الصلاحية. يعني ما عندنا إشكال على الأشخاص بقدر ما يريد يتم تكييف وضعهم القانوني وفق الدستور والقانون والقرارات وقرار المحكمة الاتحادية.